مرحبا، معكم محمد بخاري من قناة شركة بروج العقارية. اليوم عرضنا لكم عبارة عن دوبليكس مساحتها 180 متر مربع بحديقة خاصة مساحتها 40 متر مربع. خلوكم معنا. مجمع سكني مميز في منطقة يلدزلي. طبعاً الخدمات اللي موجودة عندنا محلات تجارية أسفل البناية، بالإضافة إنه عندنا مواقف سيارات مغلقة مناسبة، وأيضاً لكل شقة موقف. أيضاً عندنا مسبح مكشوف راح يتم استخدامه في الصيف، بالإضافة إنه عندنا ألعاب وخدمات للعوائل وللأطفال. عندنا جلسات جميلة مثل ما انتم شايفين، مثل هذه اللي فيها السقف نقدر نحط فيها جلسات وتكون حلوة للجلوس. مجمع سكني جميل جداً ومرتب، والشقة اللي راح نشوفها أيضاً مناسبة وجميلة. منطقة يلدزلي من أفخم المناطق في مدينة طرابزون. طبعاً الخدمات اللي قريبة مننا عندنا بحيرة سيراغول اللي فيها المطاعم الشهيرة وفيها اليخوت الصغيرة. هاي المنطقة تبعد عننا مجرد 3 دقائق فقط، بالإضافة إنه عندنا فندق سيرا نيتشر اللي تشوفوها قريبة مني أيضا على بعد 2 دقيقة تقريبا. فالمنطقة صايرة مركزية وقربها على ميدان طرابزون فقط 10 دقائق. إضافة للموقع المميز، الشقة أيضاً مميزة، مساحتها 180 متر مربع، وهي عبارة عن دوبليكس دورين بالإضافة إلى حديقة مساحتها 40 متر مربع. طبعاً هي 4 غرف صالة، بالإضافة إنه فيها بلكونة في الدور العلوي، لها إطلالة جميلة جداً على الطبيعة وعلى البحر. خلوكم معنا شوفوها بالتفصيل. وصلنا الآن إلى مدخل الشقة. مثل ما انتم شايفين عندنا هنا الباب الرئيسي. طبعا دائما نذكر لكم أن الأبواب التركية فيها الحماية أو الأمن قوي جدا. عندنا الانتركوم أيضا موجود، وهذه المساحة المتواضعة اللي هي المدخل. طبعا عندنا الدرج اللي يؤدي للدور العلوي، راح نشرح لكم الآن الدور اللي أنا موجود فيه الدور السفلي بالتفصيل، ونشوف الحديقة ومنها نتوجه للدور العلوي. طبعا على يميني مباشرة عندنا الغرفة رقم 1، المساحة فيها ما يقارب 2 في 2 تقريبا، أو 2.5 في 2، تعتبر مساحة متواضعة لها إطلالة على الحديقة الجانبية تبع الشقة. طبعا الشقة زيرو، نظام التدفئة فيها تدفئة مركزية، وعندنا هذه نظام التدفئة موجودة في الممر أو المدخل. على يميننا هنا عندنا دورة المياه الأولى فيها الكلوزيت والمغسلة. طبعا الشقة ما شاء الله تبارك الله تشطيبها متوسط، فوق المتوسط شوي. نخرج الآن للصالة. مثل ما انتم شايفين المساحة فيها كبيرة جدا، تناسق الألوان فيها جميل، الأرضية فيها باركيه، وأيضا عندنا البوية اللون فيها تقريبا على البيج. عندنا البي في سي يسموها اللي هي الألمنيوم اللون الأسود، هذا اللون مميز جدا تحصلوه في قلة من المشاريع. هنا أيضا عندنا الشباك المطل على الزاوية، وعندنا نظام التدفئة أيضا موجودة. طبعا عندنا المطبخ النظام الأمريكي مفتوح على الصالة، مثل ما انتم شايفين الجودة فيها جيدة، نقدر نشوفها معاكم بالتفصيل. وأيضا المنطقة هذه ممكن نحولها، يعني نقدر نضيف دولاب جانبي في المنطقة هذه بحيث أنها تصير جميلة، نقدر نحط عليها مثلا كراسي وتصير مثل الطاولة، نقدر نستخدمها بطريقة أجمل. مساحة الشقة مثل ما ذكرنا لكم 180 متر مربع، عبارة عن دوبليكس فيها 4 غرف. الآن راح نخرج للجزء الجميل من الشقة اللي هي الحديقة الأمامية. طبعا أغلب الشقق اللي موجودة وفي نفس الطابق هذا جميعها لها حدائق، فبالتالي جارنا ما شاء الله تبارك الله حديقته جميلة، مزينها حط فيها الجلسة. طبعا الخط الفاصل واضح وموجود، مسورة مثل ما انتم شايفين، ومزروع فيها أنواع الزهر، وعندنا هذا السور اللي هو الدرابزين الحامي. أيضا مساحة الحديقة 40 متر مربع،
تحت تصرفكم، تقدروا تتحكموا فيها، سواء حابين تعملوها جلسة جميلة، حابين مثلا تزرعوا فيها أنواع الخضرة الفواكه اللي تشوفوه مناسب لكم. وميزة الشقة الثانية أيضا إنها ركنية، يعني الواجهة أو الجهة اللي على اليمين يصير عندنا مساحة إضافية غير موجودة في الشقة الوسطية. مثل ما انتم شايفين هذه المساحة بالكامل إلى نهاية الشقة أو نهاية المنطقة هذه تابعة لكم، تقدروا تتحكموا فيها. ما شاء الله تبارك الله الجار هذا عامل فيها الحشيش وزارع فيها بعض أنواع الزهور، فتقدروا تتحكموا فيها بطريقة كاملة. وأيضا عندنا ممر نقدر نتوجه من خلال الممر مثل ما انتم شايفين إلى ألعاب الأطفال، اللي هي الخدمات المشتركة الموجودة في المجمع. عندنا جلسات، وأيضا عندنا الألعاب للأطفال مثل ما انتم شايفينها، وعندنا المسبح، ما ننسى نذكر لكم المسبح أيضا اللي راح يخدم المجمع بالكامل. المنطقة جميلة والمجمع جديد. تفضلوا معنا نشوف الطابق الثاني فيها، يعني عندنا مدخل من الحديقة وعندنا المدخل الرئيسي اللي دخلنا معاه فيه، تقدروا تستخدموها الاثنين. تفضلوا معنا، راح نطلع للطابق الثاني. الطابق الأول باختصار فيها غرفة دورة مياه، صالة مع المطبخ. منها نتوجه للطابق العلوي، طبعا الدرابزين أيضا راكبة جاهزة نقدر نشوفها معاكم. نوصل للطابق العلوي. الطابق العلوي عبارة عن ثلاث غرف بالإضافة إلى دورتين مياه، بالإضافة إلى بلكونة أمامية لها إطلالة جميلة على الطبيعة والبحر. نقدر نشوف معاكم دورة المياه الأولى مثل ما انتم شايفينها جاهزة كاملة، كلوزيت وعندنا المغسلة بالإضافة إلى المروش. وبعدها راح نشوف غرفة النوم الرئيسية، تقدروا تشوفوها معايا مساحتها جيدة، نقدر نحط فيها السرير. طبعا عندنا دريسنج روم بمساحة أيضا جيدة نقدر نشوفها معاكم. هذه هنا عندنا دريسنج روم تقدروا تعملوا فيها دولاب تفصلوها، بالإضافة إلى دورة مياه موجودة داخل دريسنج روم تابعة لغرفة النوم الرئيسية. نرجع نذكر أنه مساحة الشقة 180 متر مربع دوبليكس مع حديقة خاصة للشقة. شفنا الغرفة رقم 2 إجمالا والغرفة رقم أولى في الطابق العلوي. نروح للغرفة رقم 2 في الطابق العلوي، أيضا مساحة جيدة 3×2.5 تقريبا أو 3×3، بالإضافة لها بلكونة راح نشوفها معاكم. مساحة البلكونة متواضعة تقريبا 2.5×1.5 متر، لها إطلالة جميلة جدا مثل ما انتم شايفين على الطبيعة. احنا في منطقة أكشابات يلدزلي وهي من أفضل المناطق الموجودة في مدينة طرابزون، نقدر نشوف الألعاب اللي موجودة في المجمع، نقدر نشوف المسبح، بالإضافة انه نشوف إطلالة جميلة أيضا على البحر. أمامنا مقاولة فندق نيتشر، فندق أيضا جديد، فبالتالي المنطقة سائرة مركزية وقريبة من الخدمات. هذه البلكونة شفناها معاكم، تفضلوا معنا. نشوف الغرفة رقم 3 والغرفة الأخيرة. هذه الغرفة رقم 3 لها واجهة أمامية على الطبيعة، والإضافة اللي فيها إنه الشباك أو النافذة فيها بشكل يعني مثل الأبواب، فبالتالي تأخذ إضاءة أكثر وتعطي شراحة أكثر للمنطقة. كذا أعطيتكم التفاصيل كاملة عن الشقة، أتمنى أنها نالت على إعجابكم. في نهاية الفيديو لا تنسوا الاشتراك وتفعيل زر الجرس حتى يوصلكم كل جديد. الأسعار والتفاصيل تجدونها دائما أسفل الفيديو في صندوق الوصف. هذا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.